كلنا نحب العطور، بس بعض الأحيان تكون العطور غالية، بس هذا الشيء ما يمنع إنه نشتري عطور أصلية. اليوم حضر لكم أرخص 3 عطور من براندات أصلية. العطر الأول اللي هو The Icon، عطر جدا فواح، ثباتيته ممتازة، وسعره 20 دولار فقط. طبعا هذا سعر الوكالة بالأسواق الحرة. العطر الثاني اللي هو Azzaro Sport، عطر ممتاز، ثباتيته جيدة وفواحانه جيد جدا، ونخلي رشه، وكذلك سعره 20 دولار بالاسواق الحر. والعطر الثالث اللي هو فيرزاتشي، عطر فواحانه ممتاز وريحته قويه، وكذلك سعره 20 دولار سعر الوكاله بالاسواق الحر. وبالنهايه طبعا العطور هي اذواق، بس بهذا الفيديو اخترت لكم 3 عطور من مجموعه كبيره سعرها 20 دولار بالاسواق الحر. وانتم شنو عطوركم المفضله، وشنو ارخص عطر تستخدمه؟